منذ 7 أشهر لم يدر حديث مباشر بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والرئيس دونالد ترامب، لكن الخصام بينهما وصل إلى تبادل ألفاظ نابية هذا الأسبوع. آخر تلك الانتقادات وجهتها بيلوسي لترامب بعد وصفه مقدم البرامج جو سكاربورو بأنه معتوه، فقالت بيلوسي: الأمر أشبه بطفل يدخل والطين على سرواله وأيضاً على أحذية كل من يعملون معه لفترة طويلة. لكن ترامب الذي اشتهر بتوجيه الشتائم والإهانات لخصومه كان سبق بيلوسي ووصفها بأنها امرأة مريضة تعاني مشاكل نفسية كثيرة، وكان ذلك رداً على تعليقات بيلوسي حول تناوله دواء هيدروكسيكلوروكوين المخصص لعلاج الملاريا كدواء واق من فيروس كورونا، حيث نصحت بيلوسي ترامب بعدم تناوله لأنه ينتمي من حيث الوزن لفئة مرضى السمنة. مسلسل مناكفات ترامب وبيلوسي يخرج عن البروتوكول دائماً، وربما أشهر لقطاته هو تجاهل ترامب بيلوسي في خطاب حالة الاتحاد، لتقوم الأخيرة بتمزيق خطابه أمام الحاضرين في الكونغرس. على سرحان العربية.